السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان الأخوات المشاهدين والمشاهدات، أهلا بكم في قناة لابينا. إذا من خلال هذا الفيديو غادي نتكلموا على إطلاق حافلة مرسيدس من فئة 18 متر، يعني حافلة مزدوجة جار ومجرور على واحد المجموعة ديال الخطوط في مجموعة من المراكز. نعم، إذن كما كتشوفوا على الصورة، حافلات بطول 18 متر من فئة جار ومجرور، يعني حافلة مزدوجة، كاين جوج ديال الحافلات في حافلة واحدة، حافلة جميلة جدا. إذن الحافلات الجديدة يجب المحافظة عليها، بالفعل يجب المحافظة عليها. إذا هاد النوع من الحافلات كتمتع بأجهزة إلكترونية وإعلامية حديثة وكاميرات من النوع الرفيع اللي كتراقب حتى الجوانب ديال الحافلات. نعم، إذا كيقولوا المسؤولين بأنه ستدخل حيز التنفيذ 80 حافلة من هذا النوع. بالنسبة للتكوين ديال السائقات والسائقين، لأنه غادي يكونوا رجال ونساء، فالشركة كتقوم بتكوين خاص زيادة على التكوين العادي اللي تيكون بالنسبة للحافلات العادية. هناك تكوين خاص للسائقين والسائقات لأنه غادي يكونوا رجال ونساء في سياقة هذا النوع من الحافلات. هذا النوع من الحافلات كتستقطب 250 راكب كما تقول المسؤولين ديال الشركة، فكتستوعب 250 راكب، يعني حافلة كبيرة. البداية هذه الحافلات الجديدة اللي كانت من قبل، وهذا الشيء تكلمت عليه في فيديوهات سابقة، كانت الشركة ابتدأت ب 450 حافلة، كنظن أنها الآن كملت 700 حافلة، لأن المسؤولين كانوا يتكلموا على 700 حافلة. كاين الناس اللي كيسولوا على التكوين وكيسولوا على المركز والهواتف، ف غادي نديروا فيديو آخر اللي غادي نتكلموا فيه على التكوين ديال السائقين والسائقات في ألزا. إذا ألزا كتواجد في 6 ديال المدن، وسنشير إلى الهواتف والمراكز ديال الإدارات ديال شركة أرزاق في هاد 6 ديال المدن، لأن الناس كتسول على الأماكن ديال التكوين وعلى الهواتف ديال الإدارات في مدن مختلفة. إذا بالنسبة للخطوط والمراكز، ففي مركز المعارف هناك خطان 57 اللي غتكون فيها هذا النوع من الحافلات، يعني الحافلات المزدوجة. بالنسبة للبرنوصي، يعني مركز البرنوصي، هناك 4 خطوط، 33 82 800 900. وبالنسبة لمركز مديونة هناك 3 خطوط، 55 120 و67. نعم، إذن هذا اللي كاين في هذا الفيديو، وسنلتقي إن شاء الله تعالى في فيديوهات أخرى سنشرح فيها الجديد. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.